كتعرفوا كثير من القارات تنتج عن عمليه ديال احتياج. فنحن لدينا لجان متعدده تدرس العمليه الاقتصاديه وتاثير الاقتصادي السلبي عن طريق الوباء وكل العوامل المحيطه سواء على المستوى الاقليمي او المستوى الدولي، لان هذا وباء في عولمه للوباء، وبالتالي فاننا لسنا معنيين فقط بالاجراءات، ولكن هناك رؤيه دوليه الان لمحاربه وحمايه ومواجهه هذا الوباء.